يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ابتدي المعنى بذكر الله رب العالمين وصله على النبي المصطفى الهادي الامين بعدها يا مرحبا بالضيوف الحاضرين في احتفال اليوم نفرح بزينات البشاير يوم ابو نواف ترقى وحصل على الترقية لتنفيذ أقصد وحصل على الترقية يوم أبو نواف ترقى وحصل على الترقية أرحبوا يا ضيوفنا والقرايب والصحاب يا هلا عند المخايل وهم على السحاب حفلنا بحضوركم يا الأحبة طاب طاب مرحبا والهيل لضيوفنا وعود المباخر والسلومة طيب بينها الهباقية لا 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 يوم ابونا واسترقى وحصل على الترقية والله ان اليوم هذا كأنه يوم عيد نحتفي باللي ترقى ابونا واسعيد نحتفي باللي ترقى ابونا واسعيد نفتخر في هالجماعة وربع غامد الفخر واشهد ان ابونا ألف مبروك والتهاني من أبيات القصيد أبو نواف راعي الصيت والرايا سديد أفخر الرتبة بمثله وهبتها تزيد حر الأحرار جايب المرتبة من طيب فعله واشهد أنه كفو للفخر وللترقية مثله نشيد ونفتخر للوطن والدين عز وسنطر الدهر نعم به نتميز بالمرتبة الحادي عشر نال المرتبة بعلم الجزيل وبالفعايل نعتليها من المعالي بهم معاليا يا لا 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 يا لا 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 لتنفيذ أرق الزفات واشهد ان ابو نواف لنا مضرب مثال بالعزيمه والتفاني بكل وقت وحال والله انه كفو كفو ومن خير الرجال الكرم والطيب والجود صيته دوم طايل من كل الناس حاز المكان العالي صاملين كاسبين المجد والعز من مضى سنين والختم عسى توافق فالك يا سعيد يسعدك ربي وحياتك عساها هانية يا لا 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 يا لا 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 لتنفيذ أرق الزفات والشنع لكل مناسبة